ونشرة أخبار ام بي سي مستمرة لكن بعد الفاصل. مئة نامل طفولية يرسم لوحات من ماء تحاكي لوحات كبار الرسامين. وآخر أخبار الرياضة مع الزميلة مريان. مساء الخير مريان، يعطيك العافية. يمسك ريشته بإبداع الفنانين المتمرسين رغم أنه لم يتجاوز بعد 6 من عمره. ما يجود به من لوحات جدير بأن يكون له مكان في أهم المعارض الفنية. دعونا نتابع هذا المبدع الصغير. سطع نور إبداعه منذ الرابع الثالث من عمره. بألوان الربيع أبدع بلال في فن الإبرو برسالة طفولية تقول: تفاءلوا خيرا، ابتهجوا سعادة، وعيشوا ألوانا. تعلمت فن الأبرو من أخي محمد وأحبه كثيرا لأن فيه ألوان الطبيعة. في هذا الحوض المائي المملوء بصبغة النشادر وبياض البيض يذوب ورق الآجار ليرفع ويقلب بدون هز أو تحريك على أن تستخرج منه نماذج من الأشكال الغريبة والمبهرة التي يجسدها بلال من وحي خياله. لم يتلقى بلال تكوينا في هذا الفن، ولكنه يحظى بدعم عائلته ما شجعه على التمسك بموهبته. دائما وين يشوفها اخوه معصوبيه يخدم في عمل الابرو هذاك يقول له نخدم معاك يشارك، اما لا تعلم. احنا والعائله يعني شجعوا بلال ما دام هو يعني اكتشفنا فيه هذه الموهبه انه تكون عنده هذه الحاسه الفنيه يعني، وخاصه في هذا الفن الجديد. بكثير من الإرادة والعزيمة يحلم بلال بتنمية موهبته الفنية بطموح المشاركة في مهرجانات عالمية. رفيق بخوش، أم بي سي، المنية، جنوب العاصمة الجزائر. ما شاء الله عليك بلال وإلى الأمام.